نروح برضو لتليفون مهم مع الناقد الصحفي والرياضي الكبير الاستاذ علاء عزة. تحياتي ليك يا استاذ علاء. كابتن اسامه تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي الكرام وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وزمان. شفت المشهد الهزلي ده ازاي امبارح؟ والله انا تابعت باهتمام شديد جدا مداخله الاخ والصديق عبد المنعم خالد ما شاء الله عليه. اتكلم في كل النقط بجد يعني، وانا كنت النقطه اللي عايز اتكلم فيها هي نقطه تصحيح فوز الرجاء. انا اتمنى دلوقتي حالا دلوقتي ان وزير الشباب ورئيس اتحاد الكوره والمهندس هاني ابو ريده دلوقتي يتحركوا فورا لتقديم شكوى عاجله لدى الكاف ولدى الاتحاد الدولي ضد تصريحات فوز الرجاء. اتمنى لا ده مش نتمنى لا 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 يا كابتن اسامه، دي مش تمني، ده مطلب 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 رسمي يا استاذ علاء. نعم. انا بتمنى اهو تمني يعني على الهوا، اذا ما كانوش وقفوا جنب النادي الاهلي هيروحوا نعمل شكوى في فوزي الاجزع يا كابتن اسامه؟ مش مشكله ما وقفوش جنب النادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى بكتير جدا ان حد يقف جنبه. حقيقة. النادي الاهلي بيعرف ياخد حقوقه، لكن انا بتكلم على واحد اتهم الكره المصريه كلها بالفساد، واحد ذكر الانديه المصريه والتونسيه بالاسم، يعني ما اتكلمش على اي حاجه غير بالاسم، واحد بيتباهى ان هو نجح خد كل البطولات منا. فكابتن اسامه بجد المطلوب بجد ان وزير الشباب والرياضه دلوقتي حالا يجتمع مع رئيس اتحاد الكوره بحضور المهندس هاني ابو ريده، ولازم دلوقتي يديهم شكوى رسميه عاجله لدى الاتحاد الافريقي ولدى الفيفا ضد فوز الرجاء، لان فوز الرجاء اتهم الكوره المصريه بالفساد. يعني احنا بيتهم ان كل بطولات بيتهم ان كل حاجه بالفساد، انا مش عارف بيتكلم على فساد ايه؟ الفساد ايه فساد؟ ده احنا اربع انديه ما طلعناش بره بطوله السنه دي، هو لولا النادي الاهلي منظومه لوحده كان الكره المصريه كانت بقى لها قد ايه ما خدناش بطوله؟ احنا ما خدناش كاس امم من امتى يا استاذ فوزي الرجع؟ ما خدناش بطوله، احنا الكونفدراليه ما بناخدهاش من امتى؟ احنا الكونفدراليه واخدينها مرتين. طول تاريخ النادي كله دي اشترك 16 نادي مصري، 16 نادي مصري اشترك كل سنه تلاقي فريق مغربي في النهائي في بطوله الكونفدراليه. نهضه بركان، يعني هل احنا نتهم يعني الوداد هل نتهمهم بالفساد والرشوه؟ احنا عارفين الكواليس اللي بتحصل ايه، بس عمرنا ما نقدر نتهم بلد شقيق بكده. ازاي انا اتهم اتحاد اتهم الكره المصريه كلها بالفساد؟ يعني ايه يعني احنا بنشتري بطولاتنا بعد كده إيه؟ على اي فساد بيتكلم الراجل ده؟ يعني الراجل ده كان عامل دلوقتي بيتكلم على التنظيم داخل الملعب. انا اول مره حتى اشوف نهائي دوري ابطال مباراه اياب بدون ذهاب، يعني دي مباراه اياب بدون ذهاب يعني. لا والملعب المحايد اللي اتكلموا عنه، وامبارح بنشوف الملعب المحايد كل جماهير الوداد داخل الملعب، هو دي الحياديه ودي الشفافيه، وكمان اعلان ملعب المباراه قبل البطوله او بعد ضمان الوداد للوصول المباراه النهائي. يا والله كل ده على عينه وراسه، بس انا 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 امبارح والله العظيم لو انا والله العظيم صديق ليا اتصل بيا من اليمن اقسم بالله العظيم قبل المباراه بدقيقتين بيقول لي عليها هو الاهلي عمل ايه في ماتش الذهاب؟ قلت له ذهاب ايه؟ قال لي بتاع النهائي. فبقول له ليه يعني بتسال ليه؟ فبيقول لي مش في كاس النهارده واللي في فريق هيتوج؟ اه. فبيقول لي يبقى دي ايه؟ قلت له لا دي مباراه محايده. قال لي محايده ازاي يعني؟ قلت له ده ارض محايده. قال لي ازاي؟ مش الوداد ده مغربي. قلت له ايوه ده مغربي. قال لي ودي ارض محايده والجمهور ده ارض محايده. قلت له اه. انا بس عايز اقول له يعني امتى كان الحياد؟ ثواني بقى، امتى الاتحاد الافريقي لما كان جمهور النادي الاهلي قد جمهور النهضه البركان 100 مره وهو بيلعب السوبر الافريقي وقاسه ملعب نصين؟ ليه كان فين بقى الحياد؟ ليه ما سمعش ان طالما هو بيتكلم على انه عايز حضور جماهيري، ممكن اعرف كان فين الحضور الجماهيري ده لما قسم الاستاد بين الاهلي وبين الاهلي ونادي البركان وجمهور الاهلي كان كاسح اكتساح غير عادي، ولو كانت وفرت 50,000 تذكره كان جاليه النادي الاهلي كان وكان في اماكن فاضيه في مدرجات نهضه بركان وقتها، لكن هم خدوا نص الملعب واحتفظوا بتذاكرهم. دي كانت شوف الامارات لما كانت بتنظم كاس السوبر المصري حضرتك شفت تجاوز 50 الاهلي وجمهور الزمالك 50 الملعب كان مصوم بالظبط بغض النظر عن الحضور الجماهيري هنا يعني. وبرضه لو كان الاتحاد الاماراتي فتحها باسبقيه اللي حدث كان جمهور النادي الاهلي ممكن يحتل المدرجات كلها في مباراه السوبر، لكن ده عشان ده اتحاد شفاف وعنده شفافيه، والاتحاد الاماراتي اتحاد محترم جدا جدا جدا، قسم الملعب بالنص بغض النظر عن اي حاجه وفتح التذاكر بالتساوي بين الناديين. لكن انا انت ليه بتحكر عليا ان تدي نص الملعب بتاعي؟ انت مش عارفك ان هيجي لي 2000 اصلا. طب شفت اللقطات امبارح ازاي؟ مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيلاقي صعوبه شديده في الدخول ملعب المباراه، وقبلها المهندس خالد مرتجي وهو طالع المدرج علشان يعني البنرات ومكان جلوس جماهير النادي الاهلي. والله العظيم يا كابتن اسامه انا امبارح يعني بجد يعني مش انا لوحدي، الملايين جماهير النادي الاهلي امبارح تشاؤم تشاؤم غير عادي يا كابتن اسامه. لو حضرتك كنت عملت استفتاء اول امبارح على مين يكسب المباراه دي كان 99.9 يقول لك الاهلي النادي الاهلي يكسب.
لكن امبارح كل لو في اجواء مناسبه لو في اجواء مناسبه طبعا كل الناس امبارح من بعد العصر يعني من الساعه 3 العصر لحد الساعه 9 بالليل جمهور النادي الاهلي كان قمه التشاؤم من اللي بيحصل ده بالمهزله دي. جمهور النادي الاهلي شعر فعلا ان في مؤامره لحزمان النادي الاهلي من البطوله. المهزله اللي حصلت في دخول جماهير النادي الاهلي، المهزله اللي حصلت لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كان بتاكد كده، والتنظيم تنظيم الاتحاد الافريقي، انا الاتحاد الافريقي عندي 10 بس من وفد النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي مخصص 5000 تذكره، يعني في 5000 من تذكره مخصصه للاتحاد الافريقي. هل ما فيهمش 10 تذاكر لاداره النادي الاهلي؟ 10 تذاكر من 5000. امبارح يا كابتن اسامه اعضاء مجلس اداره، انا احفظ جيدا اسماء واشكال اعضاء مجلس اداره الاتحاد المغربي والمسؤول بالكاف كلكم كانوا قاعدين في صف اول وصف ثاني. ازاي 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 رئيس الاتحاد المغربي يكون قاعد صف اول ورئيس الاتحاد المصري قاعد صف ثاني؟ ازاي ازاي المهندس هنا بريده بقى قاعد صف ثاني؟ والمهندس هنا بريده ليه عتاب شديد جدا 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 يا باشمهندس وكمان جمال علام يا استاذ جمال والباشمهندس هنا بريده، انتوا من بدري جدا جدا عارفين ان في كره لهب، عارفين ان في ازمه، عارفين النادي الاهلي داخل معركه، لازم تكونوا معاه. يعني انا ايه اللي يفيدني انا المهندس جمال علام راح امتى؟ راح ليله المباراه، راح ضيف شرف. هنا بريد امبارح شفناه بالصدفه البحته، والله العظيم لولا شفت صوره بالصدفه البحته كنت عارف ان هنا بريد راح يحضر المباراه. انا كنت متوهم ان طياره النادي الاهلي هيكون عليها هنا بريد يكون معاه رئيس الكره المصري، مش هنسيبكم. وسياده الوزير اشرف صبحي ليه ما يحضرش المباراه؟ مش احنا شفناه في السنغال مع المنتخب المصري وشفناه في الاولمبياد وهو مع لاعبينا في الاولمبياد. هو النادي الاهلي في يعني ظل ازمته دي ابسط حاجه سياده الوزير يكون موجود مع بعثه النادي الاهلي وموجود هناك. يا كابتن اسامه 2001 الاهلي كان راح لعب الترجي وكان في ازمه، وانت عارف طبعا اكيد انت فاكر الواقعه دي كويس جدا. اتحاد الكوره وقتها سمير زاهر انا فاكر كويس جدا طلع عضوين مجلس اداره كان منهم الاستاذ فادي عريب رئيس نادي طنطا كان موجود وقام في البحث عن النادي الاهلي. فبقول له استاذ فايز حضرتك، قال لي انا هنا موجود عشان خاطر اي مشكله في النادي الاهلي. وكان وقتها الاستاذ الكابتن حسن عندك الرئيس بحث النادي الاهلي وكان قاعد معانا ليل ونهار عشان خاطر كان عارف ان كانت فاتت المباراه الاولى انتهت 0-0 هنا وانتهت 1-1 والاهلي كان مطالب انه يكسب هناك بجون سيراب حفيظ. كان عارف ان في توتر والمباراه كانت في رمضان ثاني رمضان وكان عارف ان في ازمه ممكن تحصل. اعضاء اتحاد الكوره وقتها كانوا موجودين مع النادي الاهلي، لكن انا كنت اتوقع ان المهندس جمال علام والمهندس هنا بريده يكونوا موجودين على طرف النادي الاهلي، مش هنسيبكم، انتوا مش لوحدكم في المعركه. لكن للاسف شفنا النادي الاهلي بيخوض معركه لوحده ضد اطراف عديده جدا، النادي الاهلي انا باكد لحضرتك يعني يمكن عملت بص الناس زعلت منه شويه، قلت ان النادي الاهلي خسر المباراه قبل ان يلعبها. فعلا الاهلي خسر المباراه قبل ان يلعبها. لو المباراه دي كانت اقيمت في اجواء طبيعيه وفي ملعب محايد بجد ادانا ذاك ان قبل سنتين بنفس الفريق ده يا كابتن اسامه كسبنا الوداد على ارضهم 2-0 مباراه الفريق النادي الاهلي، ولو في نفس الاجواء دي ومباراه ذهاب وعوده وانت خسرت هناك 2 قادر هنا تكسب زي ما كسبت الوداد قبل كده 5 قادر تكسبهم، لكن هي الظروف اللي كانت بنفس الفريق محيطه كانت ظروف صعبه جدا طبعا. والله العظيم بنفس الفريق باستثناء بس كان مروان محسن كان هو راس حربه بدا بيرسي بتاعه بنفس الفريق هم نفس التشكيل ده الاهلي كسب الوداد هناك 2-0 بارتياحيه. احنا كنا هناك حاسين ان الاهلي بيلعب مباراه وديه وكسبوا 2-0 عشان خاطر ما كانش المره دي كانت غير مناسبه. لا وبعد كده هو خلاص فوز رجع الابجع النهارده قال يعني اعترض ضمنيا ان 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 ان, 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 ان اللي حصل للنادي الاهلي ده ردا على حاجات كتيره قبل كده. يعني النادي الاهلي دفع فاتوره الترجي التونسي وواضح تماما ان الاتحاد المغربي من ساعه ازمه ترجي التونسي وهم بيحاولوا عايزين يعوضوا الوداد باي بطوله. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء على المداخله، مداخله مهمه جدا وقيمه وكان فيها توضيح لكل النقاط اللي حصلت امبارح وشفناها امبارح هنا على قناه الاهلي لاعضاء وبعثه النادي الاهلي.